بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكروا الموقع الاعلامي المتميز اشواق، ربيع جرعي الكاتب الاقليمي للعصبه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان باسف. اولا وبدايه، احنا كعصبه مغربيه للدفاع عن حقوق الانسان نتابع هذا الامر ديال الاعتقالات اللي كتشهدها اليوم بلادنا في اطار قانون حاله الطوارئ. وعلى المستوى المركزي كان لنا رسالة إلى السيد رئيس النيابة العامة من خلال الائتلاف الوطني لحقوق الإنسان واللي العصبة المغربية تنتمي إليه وعضو فيه، ونبهنا رئاسة النيابة العامة إلى مجموعة من الاعتقالات التي تمت بواحد العدد هائل اللي وصل تقريبا إلى ما فوق إلى 81 حالة اعتقال، منها حالات اعتقال اللي أحيلت على النيابة العامة، ومنها من أودعت إلى السجون المغرب. فبأسف طبيعة الحال هذا الحكم الذي تعرض له هذا الشاب توفيق العاطفي هو حكم يعني نعتبره من داخل العصبة المغربية حكم قاسي لا يتماشى يعني الأمور التي تتعلق بحقوق الإنسان. بطبيعة الحال احنا داخل العصبة المغربية نؤكد بكل مسؤولية على أنه تطبيق يعني هذا القانون هو واجب، وندعو إلى الانخراط مع جميع السلطات العمومية والمسؤولين في تطبيق الحجر الصحي. لكن ما يتعلق بهذه الأمور ديال الاعتقالات، وهذا الشاب توفيق يعني العاطفي هو نموذج، لأنه إلا مشينا في هذا المنحى ديال أننا مثلا اللي ما دايرش الكمامة أو ما دايرش يعني ما عندوش الرخصة الاستثنائية أننا نتم الاعتقال ديالو، فكما قلت غنوصلوا لواحد العدد كبير، وهذا أمر نحن نحاول ما أمكن أننا نحاول ننبهوا فيه السلطات، لأنه انطلاقا لا من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية لسنة 1966، واللي كان واحد المادة واضح على أساس أنه رغم ظروف ديال حالة الطوارئ وهناك بعض الحقوق التي لا يمكن للسلطات أن تصدى لها، واللي هي بما فيها الحق في التعبير والحق في السلامة الجسدية والحق أو المنع ديال الاعتقالات التأسفية.